اقولك على حاجه، الانسان لازم يعيش حياته الطبيعيه. وانت كده عايش حياتك الطبيعيه؟ طبعا، امال انا كنت في البيت بعمل ايه؟ يا عبد الجبار، الحياه مقرفه جدا يا عبد الجبار، والغريبه انك انت لو رفضتها علشان مقرفه هتبقى مقرفه اكتر. طب والحل؟ الحل ما تنساش تبقى تغير له الميه. ها ايه الحل؟ بسيط، انك تعامل الحياه بقوانينها علشان تتمتع بجمالها. عبد الجبار مش فاهم. المجتمعات المتخلفه يا عبد الجبار ما تعرفش حاجه اسمها العلم، واي محاوله لتغيير حركتها بقوانين علميه تعتبر محاوله غير علميه في حد ذاتها. علي النعمة انا حمار ولا فاهم حاجه. عشان كده بكلمك، لانك حمار، كلكم حمير.